السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 11، يا رب تكونوا بخير. وحصتنا حصة نصوص، وبنراجع بعض النقاط الهامة في نص سبيل الرشاد لحسان ابن ثابت. بفكركم بشاعرنا حسان ابن ثابت، هو أنصاري من الأنصار، يعني من أهل المدينة. هو أبو الوليد حسان ابن ثابت بن المنذر الخزرجي، يعني من قبيلة خزرج، من الشعراء المخضرمين. وقلنا مخضرمين يعني أدركوا الجاهلية والإسلام، عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة أخرى، يعني توفي وعنده 120 عاما. اشتهر بمدحه الغساسنة لما دخل في الإسلام، أوقف شعره على الدفاع عن الدين والرسول عليه الصلاة والسلام، والرد على خصوم الرسول والدعوة الإسلامية. كني بأبي الحسام، وكانت نهاية رحلة حياته في عهد معاوية سنة 54 هجرية. قال هذه القصيدة في غفاء الرسول، يعني ذكر محاسن الرسول عند وفاته أو بعد وفاته. يزرف فيها العبرات على قبره، يزرف الدموع على قبره. تجلت القيم النبيلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رؤوفا بالمؤمنين، رحيما بهم، امتدت رحمته إلى الحيوان. عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى لم يتوقف الشعراء عن ذكر محاسنه كما في أبيات حسان ابن ثابت. طب بيئة النص بينتمي إلى عصر صدر الإسلام، يعني أوائل الإسلام، يؤكد حب الرسول، حب الصحابة للرسول، حيث وجه الشاعر إبداعه للدفاع عن الإسلام، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أطلق عليه شاعر الرسول. الشاعر هنا متأثر بفاقد الرسول. من الشاعر المخضرم؟ من أدرك الجاهلية والإسلام. طب ممكن يجينا سؤال يعني ثقافي، اذكر شعراء مخضرمين غير حسان ابن ثابت. من الشعراء المخضرمين كعب بن زهير بن أبي سلمى، الخنساء، لبيد بن ربيعة، والحطيئة. أول 3 أبيات ليهم فكرة واحدة وشرح واحد. بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، أطالت وقوفا تزرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد. فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. هنا طيبة، طيبة الطيبة هو اسم المدينة المنورة، والرسم هو الأثر، وجمع رسوم وأرسم ورسومات، والمقصود طبعا بالرسم هنا اللي هو قبر الرسول. المعهد هو المكان المعروف، وجمع معاهد، ومنير مضيء، وعكسها مظلم أو معتم. تعفو، قد تعفو الرسوم، تعفو يعني تزول هذه الآثار وتمحى، وعكسها تثبت وتدوم. تهمد أي تبلى وتفنى وتضعف، وعكسها تخلد وتدوم. أطالت يعني زادت، وعكسها قصرت أو قصرت يعني، وتذرف بمعنى تبكي بغزارة ويسيل دمعها، وعكسها تجمد. الجهد اللي هو القدرة أو الطاقة، والطلل اللي هي الأطلال اللي خدناها قبل كده، ما بقي شخصا من بقايا الديار ونحوها. المراد ما ظهر من قبر الرسول وجمعه أطلال. أحمد طبعا ده يعني من أسماء الرسول كما جاء ذكره في القرآن الكريم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يعني رسولنا اسمه محمد واسمه أحمد. بوركت يعني أعظمت، وعكسها حقرت. ثوى أقام ومكث وسكن، وعكسها رحل وهاجر. الرشيد الهادي، وجمعها رشداء، والهادي عكسها الضال. المسدد الموفق للصواب والقصد من القول والعمل، وعكسها المخفق. طيب شرح ال3 أبيات الأولى. يبدأ الشاعر قصيدته بالوقوف على الأطلال، والأطلال دي من عادة الشعراء أو من بناء القصيدة في العصر الجاهلي، والاستيقاف في الصحب والبكاء على الأطلال أو الوقوف على الأطلال.
إن اختلفت طبعا الأقلام هنا، فقد اعتدى الشعراء في الجاهلية بقصائدهم بالغزل وبكاء الديار والوقوف على آثار الديار المحبوبة، لكن شاعرنا هنا يقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باكيا فيقول: إن بالمدينة المنورة آثار وأماكن منيرة مضيئة بخطوات الرسول عليها التي طبعت فيها البركة والخير والنماء وجعلتها خالدة لا يمكن أن تزول. ظلت العين تبكي بكاء غزير أمام القبر الذي قد ضم داخله جسد النبي صلى الله عليه وسلم، الجسد الطاهر. ثم دعا بالبركة لقبر الرسول والبركة للمدينة المنورة التي أقام بها الرسول الكريم. طب أول سؤال بيقابلنا دليل على قدسية، قدسية يعني طهارة وقيمة طيبة اللي هي المدينة المنورة، طبعا لأن فيها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاها هذه القدسية وهذا الجلال والمهابة والمحبة، ويعني شعور الناس بالراحة النفسية عند زيارة المدينة وبها قبر الرسول. بكاء الشاعر على الأطلال يثبت تقليديته، وهو هنا بيقلد من؟ يقلد بناء القصيدة في العصر الجاهلي. طب لما نشوف التذوق أو مواطن الجمال بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، ولما يبدأ بحرف الجر يبقى ده أسلوب إيه، أو تقديم الجر والمجرور يبقى اسمه أسلوب قصر. طب غرضه التخصيص والتوكيد، رسم ومعهد لماذا جاءتا نكرة؟ للتعظيم. طيبة رسم ومعهد منير دي استعارة مكنية بصار فيها قبر الرسول بنجوم منيرة. طيب احنا النهاردة يعني بنمر مرور سريع كده على بعض النقاط، وهنرجع مرة تانية ان شاء الله للغويات. تذكر كل نداء لما لا يعقل استعارة، او لما لا يعقل ده بيكون استعارة مكنية، وسر جمالها التشخيص. البيت الرابع والخامس والسادس والسابع فكرتهم واحدة و ليهم شرح يخصهم، شرح إجمالي. إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعده، عفو عن الزلات يقبل عذرهم، وإن يحسنوا فالله بالخير أجود، عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى، حريص على أن يستقيموا ويهتدوا، عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف، يحنو عليهم ويمهد. الإمام طبعا هو المرشد والقائد، وجمعها أئمة، ويهديهم يرشدهم وعكسها يضلهم، يعني هداية اللي هي الرشاد عكسها الضلال، جاهدا مجتهدا وعكسها متخاذل، يطيعوه يخضعوا وينقادوا له، وعكس الطاعة طبعا والخضوع العصيان أو التمرد، يسعدوا يفرحوا وعكسها يتعسوا ويشكو، عفو مسامح وعكسها منتقم، الزلات اللي هي الأخطاء ومفردها زلة، يقبل يرضى ويسمح وعكسها يرفض، عذرهم أسفهم وجمعها أعذارهم، يحسنوا يفعلوا الخير ويبروا، وأجود أكرم وعكسها أبخل، عزيز عليه يعني يصعب ويشتد وعكسها هين، يحيد يعني يميل عن الحق ويبتعد وعكسها يستقيم، الهدى الرشاد وعكسها الضلال، حريص متمسك جمعها حراس وحرساء وحريصون، يستقيم يعني يعتدل على طريق الحق وعكسها ينحرف أو يحيد، عطوف حنون شفوق وعكسها قاسٍ، يثني يعني يبعد، والجناح اللي هو العطف والرفق وجمعها أجنحة، الكنف هو الجانب وجمعها أكناف، ويحنو يعطف ويرفق ويشفق وعكسها يقسو يمهد يعني ييسر ويهيئ شؤونه. عندنا فروق لغوية بين الحريص محروم أي البخيل، كن حريصا يعني على الصداقة يعني متمسك، إن الرزين حريص على انتقاء تعبيراته أي متمهل دقيق. يعني عندنا الكلمة بنستخدمها استخدامات مختلفة في جمل مختلفة، وفي كل مرة بتعطي معنى آخر. طيب شرح الأبيات الأربعة،
يقول في عاطفة صادقة وحب حقيقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الخلق يهديهم إلى الحق والصدق والسعادة في طاعته. هو عفو عن الأخطاء ويسامح ويقبل الأعذار وكريم يدعو إلى الإحسان ويحزن إن مالوا عن طريق الهدى، حريص على هداية قومه. شمل عفو جميع الخلق فلا يمنع أحد من حنانه ورفقه. إمام لهم يهديهم الحق جاهدا. دي بقى من اللغويات، دي كناية عن أهمية دور الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام والهادي المرشد. إمام لهم لما يكون في تقديم وتأخير، يبقى هنا كمان إيجاز بحذف المبتدأ وتقديره، هو إمام، هو إمام، يعني أصل الجملة هو إمام لهم وحذف الإيه المبتدأ. وجاهدا بتوحي بشدة جهده المبذول لهداية الناس. نمر أيضا على اللغويات ونرجع لها مرة تانية. عندنا بعض التعبيرات زي هما أجمل، إن يحسنوا ولا إن يفعلوا. طبعا يحسنوا أفضل وأجود وأجمل، ما تدل على الإغضاق يعني الكثرة. البيت الثامن والتاسع، فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله، الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. جودي أي ابكي بغزارة من الجود يعني أو الكرم، وعكسها اجمدي عليه على الرسول. أعولي نقول العويل، فرق بين البكاء والعويل. البكاء ربما يعني يصدر بدون صوت، لكن العويل هو البكاء والإيه والصراخ ورفع الصوت، والبكاء من شدة الحزن. فقد يعني خسر، والماضون السابقون وعكسها اللاحقون، والظهر الزمن وجمعها أظهر وظهور وأدهار مثله يعني نظيره، والقيامة اللي هو يوم الحساب أو اليوم الآخر. شرح البيتين، لذلك يطلب الشاعر من عينيه أن تبكي بغدير الدمع. لماذا؟ لفقد خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا مثيل له، لم يفقد الماضون مثله ولن يفقد مثله حتى قيام الساعة. عندنا التذوق، جودي أعولي، طبعا دي أساليب الإنشائية خدناها ودرسناها، والاستعارة طبعا. عندنا بعض الأسئلة والتعليق على النص. على ما يدل ذكر اسم الرسول مرة أحمد ومرة محمد، يعني جاء بالاسمين، يدل على حب الشديد لخير الخلق أجمعين والتلذذ بذكر اسمه على لسانه، فذكر اسم الحبيب ترطيب للسان لا شك. عندنا التعليق على النص، من أي الأغراض الشعرية هذا النص؟ وما العصر الأدبي الذي ينتمي إليه؟ طبعا غرضه الشعري رثاء، الرثاء ده اللي هو ذكر يعني محاسن الميت أو المتوفى، وده يعني غرض من أغراض الشعر حتى في العصر الجاهلي، وإن كان في باطنه المدح، وينتمي النص طبعا لعصر صدر الإسلام. لماذا لقب حسان بن ثابت بشعر الرسول؟ أو يمكن بنقول لقب حسان بن ثابت بشعر الرسول لأنه نصب أو وضع نفسه للدفاع عن الدين الإسلامي والرد على أنصار الجاهلية. ما العاطفة اللي سيطرت على الشاعر؟ عاطفة الحزن الشديد والأسى على فراق خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعاطفة ممتزجة طبعا بالإعجاب والانبهار بصفات وسجايا اللي هو صفات الرسول التي لا مثيل لها. ما سمات أسلوب الشعر؟ ومن الأسئلة برضو المهمة، أسلوبه سهل واضح، يروم عن تأثر بقيم الإسلام ومبادئه، تأثره بألفاظ القرآن الكريم ومعانيه، وده قلنا من سمات الشعر في عصر صدر الإسلام التأثر بأسلوب القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. الصور الخيالية عند الشعر قليلة لكنها معبرة عن فكرة الشاعر ومتسقة مع عاطفته. تأثر الشعر في صوره وألفاظه بالمعجم الجديد من القرآن الكريم والهدي النبوي وقيم الإسلام ومبادئه. توصف الأبيات تأثر الشعر بالإسلام والمعجم القرآني. بالفعل تأثر في موضوعه وألفاظه وتراكيبه وصوره بالإسلام والمعجم القرآن. بعض الألفاظ اللي هو يعني استقاها من القرآن الكريم،
كلمة الرسول يطيعوه عفوه الله أجود الهدى يستقيم القيم. وإحنا قلنا برضو من سمات الشعر في صدر الإسلام التأثر بألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ملامح شخصية الشاعر: مؤمن، قوي العاطفة، شديد الإدراك لعظمة الرسول، ذو موهبة متميزة، فقد كان يقول الشعر ارتجالا، يعني بيقوله بدون سابق إعداد، يقول حسب ما يرى. أثر البيئة في النص: البدء طبعا بالوقوف على الأقنار، بدأ كعادة الشعراء في العصر الجاهلي، يبدأ بالوقوف على الأقلال، بكاء الديار، ذكر الرسوم تأثرا بالجاهليين، فقد عاصر طبعا زي ما قلنا الجاهلية لأنه عاش في العصر الجاهلي 60 سنة. من أي بحور الشعر هذا النص؟ احنا ما درسناش البحور، لكن يعني الإجابة إنه من بحر الطويل، يعني بس مش هيجي لنا سؤال زي البحور الشعرية لأننا لم ندرسها. علل قلة الصور الخيالية في النص: قليل الاعتماد الشعر على الألفاظ المعبرة والمحيية في تقرير صفات الرسول العظيمة التي لا مثيل لها. علل اعتماد الشعر على الأسلوب الخبري، يعني مش أسلوب إنشائي، الأسلوب الخبري تقرير وتوكيد صفات الرسول العظيمة. ودايما الأسلوب الخبري بيستخدمه الشعراء للتقرير والتوكيد. جعلته خير من أنجبته البشرية. علل لما لم يبتعد الشاعر عن البناء التقليدي للقصيدة العربية، لأنه التزم بالبناء التقليدي من حيث الوقوف على الأقل. وكده احنا بتنتهي حصتنا النهاردة، حصة النصوص، وأترككم في رعاية الله، وأراكم غدا على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.